مرحبا بكم معنا في موضوع تعريف النباتات البرية ونباتات الزينة وغيرها من النبات. عندنا اليوم نبات اسمه عداب مصري أو عشب الزاحف المصري. النبات هو نبات عداب مصري أو عشب مصري زاحف. ينمو النبات في الغالب في التربة الثقيلة في المواقع الرطبة، ينتشر يمتد على الزاحف المصري على المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية في أفريقيا وآسيا، تشمل شمال أفريقيا والجزائر ومصر وليبيا والمغرب وتونس وجنوب أفريقيا ومقاطعات كيب. يعني ينتشر تقريبا في كثير من البلدان والجزيرة العربية يعني معلومات كثير، وجورجيا وفريدة ومكسيك تقريبا في جميع دول العالم. هو عشب نباتي قصير العمر أو سنوي أو معمر، ينمو في خصلات نوع من، يصل ارتفاعه تقريبا إلى 75 سنتم. إنه نبات متفرع للغاية مع سيقان ركبية رفيعة أو منتصبة أو صاعدة. يمكن العدائين على النبات الزحف وإخراج الجذور من العقد السفلية بالجذور الفقية، ويترك لها خطية شفرة 25/3 سنتم طويلة و 15/3 ملم واسعة، عندما تكون النورات طرفية رقمية وتتكون من 2 إلى 6 أجناس منتشرة، والبذور هي الزوايا التجاعيد أو الخام والأبيض أو اللون البني، وحوالي تقريبا 1 ملم طولا. الطعام: لا يزال عشب الزاحف المصري نباتة غذائية تقليدية، يستخدم كغذاء للمجاعة في أفريقيا، وهذا الحبوب غير المعروفة لديها القدرة على تحسين التغذية وتعزيز الأمن الغذائي وتعزيز التنمية الريفية ودعم رعاية الأغراض المستدامة. يستخدم عشب الزاحف المصري كنبات علف لتربية الحيوانات المجترة خاصة في مناطق شبه الكاحلة، سواء كمرعى أو لإنتاج التبن. البذور صالحة للأكل ويأكلها الإنسان في أوقات المجاعة. في الهند وأفريقيا يمكن أيضا توزيعها على الدواجن أو استخدامها في تحضير المشروبات الكحولية. تستخدم الأنواع أيضا في أستراليا لتثبيت التربة الرملية وفي مناطق أخرى للتحكم في التعرية. نبات ذات فروع قصيرة ضخيمة، يعني فروع البذور تتكون من 3 خصلات إلى 2 إلى 4 خصلات أو إلى حتى 5 خصلات تقريبا، 6 أفرع زي الزهرة، بس شكلها قصير وسميك عن النبات الآخر التي تم طرحه وتغيير الفيديو. النبات هذا يكون بشكل رفيع يعني غير فخيم البذور، وطويل السنابل، طويلة السنابل وغير ضخيم. النبات المصري يكون ضخيم البذور أو وقصير، ضخيم وقصير. لذلك تم ملاحظة على الموضوع وتم تغيير الفيديو بفيديو آخر أو نبات آخر من النبات الأساسي عيدام أو العشب زاحف المصري. لا تنسوا الاشتراك وعمل لايك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. السلام.